تشتد أزمة المياه في قطاع غزة نتيجة توقف تدفق المياه الواصلة من الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة وتضرر شبكات المياه نتيجة القصف المستمر. نعم، وبناء على ذلك يصطف الأطفال وكبار السن أيضا في طوابير طويلة بانتظار دورهم لملء الأوعية بما تيسر من ماء. أصبحت طوابير الانتظار لساعات طويلة أمام نقطة لمياه الشرب في مدينة رفح، جزءا من معاناة سكان غزة الذين نزحوا من منازلهم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية، أملا في الحصول على بعض المياه النظيفة والصالحة للشرب. المي بعد 2 كيلو، الدور 3 ساعات بيجيك الدور، المي بشيل على كتفك، لا في غسيل ولا في أكل ولا في شرب، أدوية ما فيش، أكل ما فيش، وضع صعب جدا. الحمام كل شهر متغسلش مرة، وضعنا صعب. أنا اختيار عمري 63 سنة، حامل قلع على كتف وزنه 20 كيلو، على مسافة 3 كيلو بمشي فيه عشان أودي مية. محطات تحلية المياه هي الأخرى تواجه أزمة خانقة وتحد كبير لتغطية احتياجات النازحين من المياه في ظل شح الوقود الذي يدخل من معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة. شوف، الواقع كتير صعب. احنا بنحكي رقيت المحطة تقريبا الوحيدة العاملة في منطقة رفح بتغذي السكان بالمياه المحلاة. بنواجه صعوبة كتير كبيرة في توفير السولار، ان احنا في وقت شتاء، سواء بدنا نحكي عن حلول بديلة كطاقة كتير حتكون ضعيفة، ما بتقدر تساعد ان هي تشغل لفترات طويلة، وعدد الناس السكان تضاعف بشكل كتير كبير خلال الفترة اللي فاتت. في الايام هذه اضعاف الاعداد اللي فاتت. في صعوبة كتير كبيرة في توفير المية. المحطة إذا ما قدرناش نوفر سولار في أي لحظة ممكن توقف، ما حنقدر نوفر للناس أي لتر مية. وفي ظل انقطاع مصادر المياه يضطر الغزيون إلى استخدام مياه مالحة وغير معالجة، ما ينذر بأزمة صحية خطيرة. من جانبها تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن المناطق المسمى آمنة التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة مهددة بالتحول إلى أماكن موبوءة في ظل غياب المأوى والمياه والصرف الصحي.